بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون خير الراحمين.
أكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح وقل رب اغفر وارحم وأنت خير